ثلاثة مليون وثلاثمية، ثلاثة مليون واربعمية، ثلاثة مليون وخمسمية، ثلاثة مليون وستمية. كف 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 حمود. إيه يلا يلا. شنو؟ أني أصبغ راسه بس؟ لا 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 لا. عيال. أريح ذم حصة. لا. إلا والله. بيس. لا خلاص ضافتني، دم ضافتني الله. بلع ميوت. سيجارة خندخ، باقي لنا سيجارتين على الأذان. يدخن اي دخن لا طالع بشيش احط قدام البلده شي الحين ادخن ايش دخل فيني ادخن ما ادخن لوح يا الله جحفلة يا بعد عيني دي جي وفاء وهاي وفاء أبران وفاء الوحيدة البنت الوحيدة بالبرنامج اللي تدعمنا الدعم الرسمي عندنا وفاء هي البنت الوحيدة ما تدعم غيرها بس دعمني أنا وفاء شكلك ايش تحبين انت صح؟ صح يا جولة واحدة شنو؟ شنو؟ جولة واحدة جولة واحدة أقول انقلع جولتين حبيبي مكيف تحط قانون جحفلة جحفلة من الثانية عشرة أنت حمار ورب الكعبة أنه جحفلة إيه جحفلة كل عيال جحفلة من الثانية الثاني العاشر لا تصرخ لا تصرخ ما صرخت ما صرخت فيك عادي انت بدك تتكلم ترى اتكلم عادي ايش فيك خلاص اسمع احنا متفقين حكم وتنفيذ جولتين لا جولتين متفقين حكم وتنفيذ يا اخوي جحفله يا اخوي يا منصور جحفله والله العظيم جحفله 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 على الثاني زيرو على الثاني ثلاثة مو على عشرة يا الله يا الله يا رب يا رب اللهم اني استودعك لساني اللهم اني استودعك عقلي اللهم اني استودعك لساني ترى كلنا عندنا لسان الحين تبين نتهاوش بنتهاوش يلا تبين نتهاوش ما عندي مشكله بتهاوش انت انسان مو محترم مو شيء بديت الهوشه جولتين جولتين والله جولتين والله راح امشيها لك اذكرها اذكرها يا ملاح الله لي هينكم الجولة الثانية بروح أغسل وجهي أنت مو محذور هذا تدري شو النظام منصور ها الطقة اللي ينادي عيال عمه وخاله باكر بالهدة ورب الكعبة عارف النظام هذا النظام اللي قاعد بالصف هو الواحد عرفتوه رحبوا ملحلح هلا والله لحبيبي هلا بالغلاء هلا بالحب هلا والله المك جديد هذا ولا القديم؟ لا جديد ارحب تركي شو الاخبار وملحلح؟ هلا بالحبيب هلا والله شو العلوم؟ شو كذا؟ انت منفذ حكم انت ولا شنو؟ وش ذا؟ ملاحي هلا والله هلا يا مرحبا ومسهلا جميعا انت وين؟ يا منطقة يعني في الكويت ساكن من وين في منطقة الكويت؟ أقول إيش رأيك أعطيك رقم أمي تصير صديق العائلة بعد تسأل وايد إيش فيك؟ والله يا أبو ملحلح مما يشرفني ويسعدني أن أتشرف بعائلتك العائلة الكريمة صاحبة الصيت الطيب فهمت؟ شكلك والله العظيم الثاني عيال يسأل وايد اسمع الشنبك الأخضر شكلك بعد صلعوني؟ شكبرك صلعوني؟ والله جميل
جماعة بعد بالجرين قاعد مو شغلك ادري انك بتقول مو شغلي بس ما ادري واحد ما عينك لا امر لا امر ما عينك بعد عيني دي جي لا في الاحمدي في الاحمدي بالاحمدي اه اي آه. انت هاجري تبي انت ولد عمه الله والنعم ام الهيمان يصيروا لك ام الهيمان يصيروا لك يخرب بيتك هذه فيها واجد في ناس عارفهم من هناك واجر ام اه عبالي ما منطقة تصير له منطقة تصير له يصيروا لك واجد ام الهيمان ما تبي بال الدبل راح وانت تسولف في واحد واسد الهاجري امتين نظام تشعب سفاري لاندات سفاري لاندات لا سارونا اخوياي مو سفاري لاندات شنو سفاري لاندات شنو يعني شنو احلف كم باقي ابراند يا ابراند اربع دقائق احلف تجي تجي ماي هاي دي ترجمة والله آخر واحد يسولف عن طريقة الكلام ملاحي أرحب يا فيصل حي 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 جبه 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 عطني عطني ذا أبران أبران رأيك نسوي يوم حركة نسوي شو نسوي تأخذ كومنتي كله وأخذ كومنتك كله يلا تم تبي شاهي بس شوف انا اقول لك من الحين ورب الكعبه انك ما راح تستحمل كومنتي ثلاث دقيقه ما راح تستحمل الله. والله ما تحمل كومنتي ثانيه خلي يجون والله يلا دقيقه انا اعرف الكومنت مو الحين مو الحين ها كومنت انا اعرف له والله يا كومنت منصور ايش تسوي هي تسوي صوتي اي قاعد تسوي شي بس هي ها شي سو طلع قمازة وسق هذي شي سو شدو هلعب هلعب طيب تدري يلا جيب 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 كومنت جيب كومنت جيب كومنت جيب 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 عرفت البلورة عرفت مسلسل حورية ما في واحدة ساحرة الدبة هذه والبلورة فوق عرفت ويسوي كذي حركات ويلا وبعدين يسوي حركات بلونية كذي يعني جايب راس الكونت الحين شغل اغنية حق متابعين يلا خلينا نشوف بنشوف جوهم وش ما اعرف اغانيك المشكلة وش شغانيهم انا عارف جو اغانيه هو انا اتكلم عن اول انا اتكلم عن اول ما ادري اذا هو تغير هو يعني بالاغاني انا ما اعرف الا ملاحي عرفته هو اول شيء لا والله لا مدقق حبيبي هذا جوهم شوف شوف اسمع يلا شعبي دوت كوم ارحب يا رجال انا اشغل لك جونا عبد الشيخ ارحب يا فيصل ارحب ابراهيم ارحب يا دي جي ارحب المطاير سارونا ياخذنا بالسوالف علشان ما يتجي احفل بس يلا ما عليه العيال يجون الفاصله وش اللي دندندانه وش الاغنيه اللي خذتها الفاصله باقي دقيقه باقي دقيقه ملاح هات قبل دبكات ابوري وري شو شغل بعد شوي يلعن خيرك وش ذا وش ذا وش ذا ها يخزن ملاح عنده صفات مش فينا احنا كلنا سلام عيال تكبيس نقفل على 6 مليون انت ما خليت حلا ليتني ما كنت حلقة الريق نشف دقيقة بجيكم ها كيف هو الرأي؟ أبزويد ها أبدأ أذن؟ ما أذن على كيفك شبه أذن ها فيصل أذن كم باقي؟ انت تدور في شيء اسمه مساك قبل الاذان بخمس دقائق ما تعرف لا والله مو بعندنا على كيفك
على كيفك ملاحي، لا تفتي. على اساس انك مسكت قبل شوي واق 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 اصوات. اذن يا اذن اذن الله يسامحك. جيب الماي. ودي اصورك، ودي اصورك الحين بالاذان عادي اشرب ماي. دي جي انا سمعت فتوى بس انا ما ابي اتكلم، ولا ما ادري هل لي صحيحه او لا، بس اللي اعرفه ان لين يقول لا اله الا الله. لا والله لا سمعك اياها. ها مو شيخ كبير بعد، شيخ كبير كبير. غير صحيح كلام هذا. طيب اللهم كفى، غير صحيح. مو ليه يقول لا اله الا الله؟ القفل الدبل عندهم، هو اللي عنده ما يمسون الباب ما يفتحون. حيد العلم الملاحي بشنب. هلا والله. هلا بالشيخ. هلا والله. هلا والله ملاحي. حني صايم تكفى. والله حتى احنا صايمين شنو ما حيصوم فوق ارضيه الا انت. كلنا نصوم. غدير. يا اخي المشاهدات عندي ملاحي شلون؟ الحين مثلا 8 9 10 فجأة تصير 6. فجأة بعدين ترجع مرة ثانية. شلون؟ ثواني خلني ايش داخل بثك. وين؟ الحين كم عندي؟ 8000. 8000. الآن قبل شوي قبل أتكلم رجعت 5 على طول، بعدين انقزت 8، الحين 8.1. فهمت شلون؟ والله ما أدري. المشكلة هذه صايرة في التيك توك ولا شنو؟ أنا صارت معلق عند الكل. صارت بس يقولون تحدثوا البرنامج. من تحدث البرنامج؟ تحدثت مضبوطة ما أنا ما حدثت أنا. تحدثت صار مضبوطة. ما تقام. أنا ما كان يدري ربعي ما يدشون داخل بيتي، ما يدرون وني فاتح بيت ولا ما يدرون. مكانها غلط. مكانها خايس. شوف ايش سويت في ولدنا الملاح. شوف ايش سويت. شوف. شفت يا ملحلح؟ شفت؟ ذكرني أكلمك بعد البث ضروري، عندي لك سالفة. أنا أقسم بجلال الله يا ملاحي والله والذي نفسي بيده. شوف الحين احنا صمنا صح؟ صرنا خلاص مسكنا ان السالفة راح تجوز لك. ايش تبي بعد؟ لا راح تضحك. لا راح تضحك والله راح تضحك. تليفونك في سناب هنا معي بس سالفة طويلة لازم اني. لا لا بس اكتب لي عنوانها. عنوان؟ لا لا بس عنوانها. لا 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 خليك قفل بث الحين. لا ما راح اقفل. اقسم بجلال الله ان اليوم عندي حصه والله. عندي حصه الدين اليوم مع الشيخ. من هو؟ دكتور فرحان. اي فرحان جزاكم الله خير. فرحان دكتور فرحان الاحبابي. او شكل اخر احبابي. ايوه والله العين عز الله. انا دكتور والله انا اتوقع انه عالم. الله العظيم اخر شيء اخر شيء راح تلقون اداق اللحيه رايح معي المغرب. امسك خالك امسك خالك ترى بيخرب ذا. هذا عرفت مبتغاه. هنا يبي يقعد عنده يحسس ان انا الطالب المجتهد. عقبه يقول بس الله يعطيك العافيه يا شيخ بنروح ندعي دعوه في المغرب. مش مطيري ارحب يا مشعل. والله يكتب ليك. يلا يلا وراك. يلا 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 يلا. وش هالمستوى السيء؟ وش هالمستوى؟ عشان اذكر الاحبابي بس الشيخ. الحين تدري ايش بسوي فيك يا ملاحي؟ معجون كامل على صلعتك. شيء ضروري والله. بس ملاحي عيال ترى قاعد يصير. اقول لك ملاحي خربها. قسما بحياة الله بقلتك بطفي اللايف الحين واضربك ضرب. خلاص ثواني اضرب تليفونك. اضرب تليفونك ايش تبي؟ والله العظيم بس اعطي تليفونك دقيقه. ثواني اعطي تليفونك. اعطني احكامك انت يا اخوي. هو بيكلمني بس ثواني. ايش ما حد يكلمني؟ قول لي احكامك. الحكم الاول معجون كامل على الوجه. بطل
بس تنقل من بطل. لا لا يعود افتح خش 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 تكفى خش مش 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 اكتب لي يلا مش يوم بس يوم وجهك كذا مجهول وجهك حلو خليك كذا ما يبي ملاح كيف والله ما يا تكفى منصور تكفى منصور علي اعرف حركات كيف 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 ملاح كيف اقول لك تكفى اقول لك تكفى لا اسمح لي اسمح لي نفذ بذمه الهواجر كلها افتحها يلا عيال صلوا على النبي انا اسف يا بني هاجر بس اسمح لي يا الله الحين باند من القبيله هات والله قبيلتنا ما نبيك الامور طيبه لحد الان احنا موجودين صل على النبي قل لا اله الا الله اول شيء ابو جابر ابيض وجه والله لا يهينك وطول في عمرك ويا جماعه الخير تو احنا ممسكين نرجع وندعو دعوه الوالد مبارك بن جابر الخيرين ان الله يقومه بالسلامه الله يقومه بالسلامه يا رب بارك خيرين في لندن علاج مع الوالد الله ان شاء الله ربي يبشرنا بسلامته قريب مشعل مطيري الله يهينك يا حبيب اخوك شكرا اف اتش شكرا 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 سجاد ادعوا له لندي مشاعل انجل محمد الله يهينكم بيضر وجهك الحكم الاول ولا اشوف ايش تبي حسبي راسه ولا اشوف صلعتك كلها معجون كامل الحكم الثاني تشل سلندر غاز تذكره من كسرت ظهري يلا ملاح ايش رايك ملاحي في خبر حلو حق الكومنت ثانية روحوا شوفوا شنو هي اسمي بسناب خسي كذاب انا توني مراسله ما في شيء اطلع ودش اطلع ودش بشيك 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 مستحيل والله اي والله روح اطلع ودش قاعد احدث حدث ملاحظ الحين بكتب لك ها بدق عليك شوفها ما طرى شيء يا ولد شوف الحين بدق عليك ها شوفها خلنا اصور لك ها شوف ملف تعريفي بعد لا استعبط شفت يا عيال انا قاعد اصرف دقيقه قاعد اصرف انت مثل الحركات ارحب ايلانا ارحب ميار يلا حيهم